يا كابتن علي، يا مساء الفل كابتن علي الخليل نجم الزمالك الكبير. اهلا بيك يا كابتن اسامه، منورنا على قناه الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. تحياتي الكابتن ماهر همام والكابتن احمد ابو مسلم. تحياتي للكابتن طبعا كابتن ماهر همام ده نجم. كابتن علي وحشنا يا كابتن والله، لعبت ضده مباريات كتيره، وكابتن احمد برضه ربنا يوفقه ان شاء الله. كابتن ماهر بيقول انا كنت بقعد اسبوع اذاكر في الكابتن علي خليل قبل مباراه الاهلي والزمالك. كان العكس، انا لعلمك الماتش ده ما كنتش بخاف غير من كابتن ماهر بن همام. سلام على التواضع. ان هو كان عنده بصراحه الكور العاليه دي كلها صعب جدا ان حد ياخد منه اي كور عاليه. لا انت نجم كبير يا كابتن علي، وكنت جيل ما شاء الله في اهلي وزمالك حاجه جميله. الحمد لله، كان يعني الجيل ده كان جيل عظيم جدا وجيل مميز جدا، وطبعا الجيل ده ما خدش حقه كفايه، ان كانت الظروف كانت صعبه جدا في الفتره الاولانيه. دلوقتي الوضع افضل بكتير. وانت معانا دلوقتي في المداخله بنعرض لحضرتك دلوقتي الجول الثاني لقطات دلوقتي مباراه الاهلي والزمالك واهدافك الرائعه. ربنا يخليك يا كابتن اسامه. قول لي بقى ذكرياتك مع مباراه القمه يا كابتن علي. والله يعني افضل حاجه في مباراه الاهلي والزمالك دي سنه 79 لما الكابتن حمدي جمعه احرز الكوره اللي لعبها له كابتن خطيب الفاول وشاط الكوره مباشره في الجون. فكان طبعا شوطه قويه جدا، المدافعين خافوا من الكوره وسابوها تخش الجون ايام. لكن اللحظه الجميله ان انا في نفس اللحظه وفي نفس الدقيقه انا سجلت جون التعادل. بقى طبعا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك الاثنين قاعدين هيصوا، والاهلي جمهور الاهلي يعني مش واخد باله انه في تعادل. فالجمهورين مع بعض، فكان منظر رائع بصراحه. العلاقه الحلوه دي وحضرتك بتقول يعني العلاقه ما بين اللعيبه والاهلي والزمالك ما شاء الله كانت جميله اثناء المباراه وقبل المباراه وبعد المباراه، وكمان العلاقه بين الجمهورين يا كابتن علي. طبعا زمان ما كانش يعني في تعصب جامد في ماتش الاهلي والزمالك، كانت مباراه ممتعه جدا، وكان عشاق الكره في مصر ينتظرون الكره دي والوطن العربي. نتمنى ان يقدم الفريقين مباراه تليق بسمعه كره القدم المصريه، ومحاوله محو الصوره الباهته اللي قدمها منتخب مصر. يعني صراحه زعلنا جدا في اخر مباراتين امام اثيوبيا وكوريا. ونرجو ان نتمتع باداء الفريقين، وارجو ان تخرج المباراه باجمل واروع اداء سواء فنيا او سلوكيا ان شاء الله. يعني انت حضرتك شايف ان بكره عنوان الكره المصريه مباراه القمه الاهلي والزمالك؟ طبعا اكيد، وانا اتمنى ان يخرج الفريقين حبايب واخوات، وان كنت اتمنى طبعا فوز الزمالك طبعا. واحنا هنا بنتمنى فوز الاهلي، واحنا روحنا هنا رياضيه، واحنا كلنا عندنا روح رياضيه. واحنا كل واحد بيتمنى الفريق يفوز طبعا، واحنا بنعتز بيك، وهنا على قناه الاهلي بنعرض اهدافك الحلوه والرائعه كمان يا كابتن علي، وانت من النماذج المحترمه اللي بنتشرف بها كرياضيين كلنا في الوسط الرياضي. شكرا يا كابتن اسامه، ربنا يخليك. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن علي خليل نجم نادي الزمالك الكبير.